مشاهدينا، نشراتنا المفصلة لهذا اليوم انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس معصوم يطالب باختيار الرئاسات الثلاث ويدعو لاجتماع يضم الكتل السياسية خلال الأيام المقبلة. الكريم يعقد اجتماعا تشاوريا مع الجهات المعنية لمناقشة الخطة الزراعية في صلاح الدين للعام الحالي. لجنة تقصي الحقائق النيابية تؤكد أن الحريق الذي نشب في مخازن صناديق الاقتراع ببغداد يحل دون إدانة المزورين. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.